إن شجرة شهر رمضان المثمرة قد تساقط جل أوراقها بعد أن عصفت بها ريح الزمن، وإن كان ثمة خطيئة فيما مضى فيه من تفريط العبد، فإن أعظم منه خطيئة إصراره على التفريط في قابل الأيام. فانظر يا عبد الله، من أي الناس أنت مع رمضان؟ أم ممن هو ظالم لنفسه فيه؟ أم ممن هو مقتصد؟ أم ممن هو سابق بالخيرات بإذن الله؟ إن لم تكن ممن اتعظ بالقرآن في رمضان فبأي شيء ستتعظ؟ إن لم تكن نهلت من مدرسة رمضان فمن أي المدارس ستنهل؟ إن لم تكن ممن تصدق في رمضان فمتى بعده ستتصدق؟ ألا فاعلم يا عبد الله، ألا فاعلم يا عبد الله أن هذا الشهر المبارك إما شاهد لك أو شاهد عليك، فما أنت صانع فيه فيما بقي من لياليه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فيا لله، فيا لله، ما أضيع الإنسان إذ ضيع رمضان، فخامر عقله مطل التسويف وغفل عن التوبة، حتى رأى حبال خيامه تحل وأروقتها تطوى على ما كان كل واحد منا من عمل.